في هذه الأثناء تتم طباعة البيان الختامي في غرفة مجاورة لي الآن. المجتمعون منذ نحو أكثر من ساعة يواصلون مناقشاتهم النهائية حول ما الذي سينفذ خلال المرحلة المقبلة بناء على توصيات البيان الختامي التي حتى الآن لم يتثنى لنا الحصول عليها حتى هذه اللحظة، ولكن ما نعلمه أنها يتم طباعتها الآن، والأطراف الآن تناقش ما سيتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة، لأنه أيام يعني أقل من شهر، وستنطلق مفاوضات السلام في 14 من أكتوبر المقبل. البيان الختامي طبعا جله وظيفة لإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المرحلة المقبلة، وتأسيس حكم ديمقراطي في السودان، باعتبار أن المنافستو السابق كان هو منافستو لإسقاط حكومة قد سقطت فعلا. يعني نتوقع خلال ساعة تقريبا من الآن أن تتم دعوتنا لتلاوة البيان الختامي بواسطة السيد الصادق المهدي الرئيس السابق لنداء السودان، ما لم يعلن عن رئيس جديد. نتوقع أن تتم تسمية رئيس جديد لنداء السودان بعد أن يعني وصلتنا تسريبات بقبول استقالة الصادق المهدي التي أودعها من ضد الاجتماعات تمهيدا أو تسهيلا لمهمة هيكلة نداء السودان من جديد. بصورة عامة الاجتماعات الجو العام هو جو إيجابي جدا جدا، يبدو أن الجانب المصري قد ساعد كثيرا في الخروج برؤية واحدة حول معظم القضايا المطروحة، باعتبار أن نداء السودان تتكون من الجبهة الثورية وقوى الداخل. محي الدين جبريل مراسل الغد من منتجع العين السخنة شرق القاهرة، شكرا لك.